السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم باغي ندير معكم الزلابية الطويلة، كتجي بحال هذيك اللي كنشروها من برا، كتجي زوينة في المذاق وبمقادير بسيطة. نوجدوها في الدار، ما كتشدش الوقت. بسم الله نبداو على بركة الله. عندي هنا جوج كيسان ديال الطحين، نعبرو بكاس ديال العنبة. انا عبرت بهذا الكاس، ونصف كاس ديال السميدة، ربع كاس ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال نصف معلقة عفوا صغيرة ديال الفاني، واحد رشة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الخل، ونصف معلقة صغيرة ديال القرفة، واحد معلقة كبيرة ديال العسل، جوج كيسان ديال الماء. غادي نجيبو الكسرونه اللي غادي نخلطو فيها الزلابيه، عفوا الزلابيه ديالنا. الكاس اللي غادي نعبرو به الماء هو اللي غادي نعبرو به الطحين. قلنا جوج كيسان، الا بغيتو تضاعفو المقادير ضاعفو. انا عطيتكم مقادير قليله، ولا بغيتو تضاعفو المقادير ضعفوا، ديروا ربعة الكيسان ديال الماء انتوما ماشيين. زدنا داك الربع كاس ديال الزيت، نزيدوا عليها قرفه، كنا نصف معلقه صغيره، معلقه ديال العسل. هاد العسل كتساعدنا كزلابي، عفوا الزلابي ديالنا كتعطي اللون وكتجي محمره. غادي نزيد واحد الرشة ديال الملح، ونصف معلقة صغيرة ديال الفاني. بغيتو ديرو الساشي ديال الفاني ديرو، انا ما عنديش، درت هذا المسحوق ديال الفاني، ومعلقة صغيرة ديال الخل. ما غاديش نديرها كاملة، خويت بزاف، قلنا هي معلقة صغيرة صافي. غادي نخلط هذا الشيء مزيان، وغادي نحطه فوق النار، من بعد ما يبدا الماء يطبخ معنا صافي غادي نحيدوها من فوق النار. وغادي نزيدو الطحين، قلنا جوج كيسان ديال الطحين. وغادي نزيدو السميده ديالنا، حنا نخلطو ونزيدو في السميده. بغيتو ديروا الفينو ديروا، انا جربتها بالفينو وجربتها بالسميده، ما كانش شي اختلاف بيناتهم. زدت لي نصف كاس نيشان ديال السميده صافي. غادي نخلطها مزيان حتى تشرب كامل هذاك الماء، والعجينه ما تكونش تلصق. غادي ندلك فيها واحد شويه، نعجن فيها شويه صافي، العجينه تجي بحال هكذا ما تكونش تلصق في اليدين. غادي نقطعها على جوج، غادي نجيبو جيب الحلواني وغادي نديرو فيها العجينة ديالنا ونخرجوها. نجيبو شي صينية ولا شي بلاطو ونخرجو الزلابية ديالنا عفوا. من كتكون سخونة الزلابية كتساعدك في الساعة كتخرجيها، ولا بردت كتعذبك واحد شوية. صافي غادي نبقى على الطريقه حتى نكمل كامل الزلابيه ديالي، وغادي نخليها تنشف تقريبا واحد نصف ساعه حتى لساعه.
بعد ما خليناها نشفت تقريبا نصف ساعه، نسخنوا الزيت ديالنا نديروه فشي كاسرونه، خاصها تكون الزيت شويه كثيره، خاص الزلابيه ديالنا تغرق في الزيت والزيت تكون سخونه، ورموا الزلابيه ديالنا. من بعد ما نحسوا الزلابيه راه بدات تحمر كنقصوا شويه على النار، ماشي كنقصوا بزاف، كتكون متوسطه، وخلوها تطيب على خاطرها. من بعد ما تطيب نحيدوها نطفيوها في العسل. صافي غادي نبقى على الطريقه حتى نكمل كامل الزلابيه ديالي، وان شاء الله غادي نوريها لكم في صحن التقديم. الزلابيه كتجي بحال هكذا. غادي نهرس معكم وحده كي كتجي من الداخل، كتجي معلكه من الداخل، من برا كتجي مقرمشه، من الداخل كتجي رطبه شويه، كتجي بحال هذاك اللي كنشريوهم برا. غادي نهرس وحده اخرى معكم، كتجي زوينه، كتجي في هذاك المذاق ديال الفاني مع القرفه، واحد المذاق كيجي رائع. هيا اخواتي نخليكم في فيديو اخر ان شاء الله، هيا نتمنى يعجبكم الفيديو في وصفه اخرى.